الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معكم من الآن وحتى العاشرة بمجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي نتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالسعادة والأمل والتفاؤل والسلام علينا بإذن الله. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا شيرو. صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم حلقة النهاردة من هذا الصباح، بنتمنى أنها تحوز على إعجابكم بكل محتواها من أخبار وتقارير وحوارات. ومن ضمن حواراتنا النهاردة هنتكلم عن قضية قش الأرز. يمكن موضوع قش الأرز كان بيسبب أرق كبير للمواطنين وللدولة أيضا في السنين الأخيرة، ولكن تم أو بيتم دايما عمل أبحاث لتلافي هذه المشكلة والاستغلال الأمثل لقش الأرز. وبالفعل بيتم تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الرز ل ألواح خشبية. يمكن في 12 استفادة من قش الأرز. صحيح. بديل عن حرقه، يعني ممكن احنا قش الأرز ممكن يتحول لسماد عضوي، ممكن يتحول لأعلاف للحيوانات، استخدامات كتير كلها مفيدة الحقيقة بالفعل للوطن وللمصريين بالتأكيد. هنتكلم عن هذه الشركة، أول شركة بتستفيد من قش الرز وبتحوله لألواح خشبية. من الموضوعات الأخرى المعانا بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. المرأة الريفية ليها جهود لا تنقطع في خدمة المجتمع لأنها شريك بجانب الرجل في التنمية، وخاصة بالنهوض بالمجال الزراعي، فهي اللي بتشاركه في الحقل وبتشاركه في الزراعة وكمان بتهتم بالحيوانات وتربيتها، فهي ليها دور كبير الحقيقة بالفعل. بتواجه صعوبات كبيرة جدا ومشاكل كبيرة وتحديات. حمالة أسية كانت المرأة الريفية. احنا طبعا بنقدم لها كل التقدير والتحية والاحترام لدورها الفعال في المجتمع كلها برضو بالتأكيد. طبعا ده بجانب موضوعاتنا الثابتة وحوارنا الصحفي واللي هنستعرض فيه بالتحليل أهم وآخر عناوين الصحف الصادرة في القاهرة صباح اليوم. ده بجانب كمان هنتعرف على الأهم الأخبار الاقتصادية والأخبار الرياضية ونتعرف على حالة الجو. نبدأ أولى فقراتنا معاكم بعد هذا الفاصل. صباح الرياضة، معاكم كابتن محمد سيد. النهاردة هنتمرن مع بعض تمرين الكارديو. ناس كتير بتتمرن في البيت ومش عارفة تلعب كارديو ازاي، او بتتمرن على البحر ومش عارف تلعب كارديو ازاي نتيجة عدم وجود اكويبمنت او ماشينز تساعدهم ان هم يلعبوا كارديو. النهاردة هوريكم ازاي تتمرنوا كارديو بوزن جسمكم. اول تمرين معانا هاي ني بالشكل ده، تاني تمرين جومبن جاكس، تالت تمرين اليفانت ووك، هنزل واطلع جوم، هنزل واطلع جوم، انزل تاني مفردش كوع لداخل واطلع. رابع تمرين معانا هيبقى ماونتن كلامبر بالشكل ده. خامس تمرين معانا جامب سكوات. طبعا مش هينفع اعمل التمرين ده الا لما اكون بعمل سكوات صح. سادس تمرين معانا هعمل هلمس بمشط ايديا مشط رجلي. خامس تمرين معانا اشتغل على الموبيليتي بالشكل ده. سادس تمرين حاول ان انا المس بمشط رجلي طراطيف صوابع. سابع تمرين وانا نازل هنزل ارفع رجلي فوق واطلع تاني، وانزل ارفع رجلي فوق واطلع تاني، انزل ارفع رجلي فوق اطلع تاني، انزل رجلي فوق واطلع تاني. اخر تمرين معانا بيربيس، هنزل اعمل بوش ابس واطلع تاني وانط، انزل اعمل بوش ابس اطلع تاني وانط. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، تابعوني الحلقات الجاية.
اولاد حلال مصر على راي اللي قال ربنا اللي حميها وتمشى تعشى وخد مركب واسهر على النيل عمرك ما تحس هنا بغربه مع شعب اصيل وامانه ما فيش امن منها لانصاص الليل اتمشى تعشى وخد مركب واسهر على النيل مشاهدينا ونبدأ معكم هذه الفقرة بمجموعة من الأخبار المتنوعة وكمان آخر المستجدات على الأحداث. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن حرب أكتوبر ستظل تذكر المصريين بمعاني العزة والكرامة وستبقى شاهدا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة مشيدا ببسالة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة. كلام شيخ الأزهر كان خلال استقباله بالأمس لمجموعة من قدماء المحاربين، ومن جانبهم أعرب قدماء المحاربين عن تقديرهم لدور الأزهر في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة، مؤكدين أن الحرب الفكرية التي يقودها الأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف لا تقل ضراوة عن الحرب التي تقودها الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب. يمكن مصر تربطها بفرنسا علاقات وطيدة على كافة المستويات، يمكن زيارة بابا الأسكندرية لفرنسا حاليا بتزيد هذه العلاقات عمق ومتانة. وقام قدستو بعدة زيارات مهمة رسمية التقى خلالها بمسؤولين مصريين وفرنسيين. خلونا نتابع أكثر عن زيارة بابا الأسكندرية لفرنسا من خلال هذا التقرير. بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيارة لفرنسا هي الأولى له منذ توليه الكرسي المرقسي في 2012. كان في استقبال قداسته سعادة سفير مصر بفرنسا ونيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا وعدد من المطارنة والأساقفة والكهنة وأراخنة الكنيسة. الجزء الرسمي في زيارة قدسته التقى خلاله برئيسة المجلس المحلي لباريس الكبرى ودار النقاش حول كيفية التعاون في مجال الثقافة والتعليم بين البلدين. كما لبى قدسته دعوة السفير المصري بفرنسا لمأدبة عشاء حضرها عدد من السلك الدبلوماسي والأساقفة من مصر ودول أوروبية. فرنسا الرسمية بتنتظر هذه الزيارة، ولعل حضرتك تابعت حرص الرئيس ماكرون على الالتقاء بقدسته في زيارته الأخيرة في يناير 2019، وبالتالي فرنسا الدولة والمصريين في فرنسا يعني بيتطلعوا وكانوا منذ فترة طويلة جدا لهذه الزيارة الهامة. العلاقات أولا بين فرنسا ومصر علاقات قديمة وعلاقات قوية، وطبعا نتذكر أدباء تحدثوا عن فرنسا كتير زي توفيق الحكيم وزي الدكتور طه حسين وزي الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، يعني تحدثوا كثيرا عن فرنسا. الناحية التانية وجود كنيسة وكنيسة مصرية هنا بجوار طبعا الكنائس الأخرى اللي موجودة، العلاقات الطيبة اللي موجودة، كمان احنا بنشجع ولادنا على الاندماج في المجتمع.
أما الجزء الرعوي فقام خلاله قداسة البابا بترأس قداس في أقدم كنائس فرنسا العذراء وماري مارقس بضحية شاتني مالابري، وقام بتدشين كاتدرائية العذراء والملاك رفائيل بدرافاي، والتقى خلال عدة اجتماعات بالشعب المصري بفرنسا. من ساعة ما قداسة البابا شرف وبارك الأراضي الفرنسية والشعب كله بيلتف حواليه في غاية الاشتياق إن هو يقعد معاه. أيضا قداسة البابا قال إن هو مشتاق إن يشوف فرنسا وشعب فرنسا من الشمال للجنوب إلى كل نواحي فرنسا، وده شيء يشرفنا. أي مصري في أي مكان في أوروبا أو في أمريكا أو في العالم بيعتبر إن هو مصر ومصر جواه. زيارة رعوية ورسمية لقداسة البابا تودروس الثاني لعاصمة الثقافة والنور للمرة الأولى منذ توليه سدة الكرسي المرقسي، زيارة تركت أصداء عالية في مصر وأنحاء فرنسا. من عاصمة السحر والجمال العاصمة الفرنسية باريس، جورج رشاد هذا الصباح. أعلن صندوق تحيا مصر الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة 1250 منزلا في 42 قرية مصرية. المشروع بيشمل توفير مسكن ملائم للفئات الأكثر احتياجا من المجتمع المصري. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. البيت كان الأول تراب، ما كناش عايشين، طبعا ولادنا بيلعبوا في التراب. حالها كحال 1250 أسرة في 42 قرية قبل أن يطالها يد التغيير والتطوير لمنازلهم التي كانت أشبه بأكواخ منهكة تحيطها المخاطر من كل اتجاه، وهو ما رفضته الدولة شكلا ومضمونا. يا ابني والله البك كان عارشة وكان فيه فيران وجرابيع وكان شكله حشخاط، ودلوقتي الحمد لله يا رب بقت نظيف وشكله حلو. الوضع أفضل عن الأول بكتير، يعني البيت الأول كان بلوك وما كانش فيه عريشة، كان خرابة خالص الأول. الحمد لله يعني دلوقتي تمام 100 100. يعني البيت كان وحش خالص وكان عريشة وكان بلوك بس، والفيران والتعبان نزل على أمي وندت لجيران نحشوه، وكان وحش يعني خالص. الحمد لله يا رب دلوقتي بلاط وسيراميك وكل حاجة حلوة يعني الحمد لله. بصراحة عملوا حياة سعيدة، الشقة مشطفة زي ما انت شفت الشقة كده من جميع كل حاجة، من المطبخ لحمام لصالة لجزء أوض، يعني مشطبين تشطيب عالي بصراحة. يعني القصة تعود إلى صندوق تحيا مصر الذي وضع استراتيجية متكاملة لإنهاء معاناة القرى الأقل حظا، فأتم المرحلة الأولى من البروتوكول الثالث الذي يستهدف 100 قرية لتوفير سكن كريم لنحو 3000 أسرة بالتعاون مع كبرى منظمات المجتمع المدني المصرية. احنا خلال 2015 و2016 قدرنا ننفذ مع أحد مؤسسات المجتمع المدني أكثر من 7500 منزل في 232 قرية ب 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر من تبرعات المصريين. النهارده احنا في البروتوكول الثالث ب 100 مليون جنيه بيستهدف تنفيذ أكثر من 2885 منزل في 100 قرية. النهارده احنا في المرحلة الأولى بنسلم 1250 منزل في 42 قرية. البيت طبعا بنعمل فيه كل حاجه زي ما حضرتك شايف كده، بنعمل فيه السقف، الارضيات، الحوائط، الواجهه، كل حاجه في البيت بتعمل. بننقل الاسره من حياه غير ادميه لحياه ادميه، وده دور المجتمع المدني. وفي ظل مبادره سياده الرئيس، مبادره حياه كريمه، دي اول نتائجها ان شاء الله النهارده، وان شاء الله خلال 3 شهور اللي جايين هنفتح حوالي 55 قريه جديده وتكونوا موجودين معانا ان شاء الله. ويعتمد الاختيار في إعادة تأهيل المنازل على الأسر التي يتواجد فيها ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والسيدات المعيلة ليبدأوا حياة جديدة في عهد رفض دوما استمرار حياتهم بهذه الطريقة. محافظ مطروح مجدي الغربلي أكد خلال افتتاح لمهرجان نخيل سيوة 2019 أن جهاز التنسيق الحضاري مستمر في مجهوداته اللي بتهدف طبعا للحفاظ على تراث الواحة الحضاري، ولفت كمان لمجهودات المحافظة في دعم أهالي الواحة من خلال العمل على تشغيل مصنع تمور سيوة، وده بيساهم في تخزين المنتج والحفاظ عليه. من جانبه أكد حسين السنيني منسق عام المهرجان أن إقامة المهرجان بيأتي تأكيدا لتقدير المحافظة لقيمة وأهمية مزارعي سيوة والوقوف بجانبهم ودعمهم من أجل الإسراع لتشغيل مصنع تمور سيوة لتحقيق التنافسية والحفاظ على التمور وتنميتها والحفاظ عليها.
وصلت أمس لمطار مرسى علم الدولي أولى رحلات الخطوط السويسرية قادمة من مدينة جنيف على متنها 143 راكبا، حيث أنها من الجنسيات المستهدفة سياحيا بجنوب البحر الأحمر. وتم استقبال الطائرة باحتفالية كبيرة بدأت بإطلاق مدافع المياه للطائرة واستقبال الركاب والطاقم بالورود. يستعد المطار لاستقبال رحلات ثلاث شركات أوروبية أخرى قبل نهاية 2019 هتهبط بصفة دورية بمطار مرسى علم الدولي. تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو انطلقت فعاليات معرض أرت دي إيجيبت الفني الثالث بشارع المعز في القاهرة الفاطمية، ده بمشاركة عدد من الفنانين المصريين المعاصرين. بيأتي المعرض ضمن سلسلة من المعارض اللي بتقام سنويا بالأماكن التاريخية والتراثية في مصر، واللي بتهدف كلها إلى دعم التراث المصري والترويج له عالميا. لإبراز دور مصر المحوري في الفن المعاصر وإتاحة الفن للجميع، انطلقت فعالية معرض أرت دي إيجيبت الثالث بشارع المعز في القاهرة الفاطمية تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو. من المعارض المعاصرة بتاعتنا ان احنا نزهر صفحة من صفحات الحضارة المصرية، فبدأنا اول سنة بالمتحف المصري او الحضارة الفرعونية اللي هي الاساس، وكل سنة بنزهر صفحة جديدة. وزارة الاثار بتشجع المبادرة السنة دي اللي هي بتتعمل برضو مجموعة من الفنانين، بتتعمل السنة دي ربما بشكل مختلف، اول مرة ما تعملش في مكان مغلق سواء متحف او قصر محمد علي، بتعمل في مجموعة من الاثار الاسلامية اللي هي كلها من اهم من أبرز الآثار الإسلامية زي بيت السحيمي ومقعد الأمير ماماي الصيفي ومجموعة السلطان قلاوون وسور القاهرة الشمالي. فطبعا كل الآثار دي رغم أهميتها المنفردة لكن هي بتقع في شارع المعز. يهدف المعرض إلى دعم التراث المصري والترويج له عالميا من خلال إقامة معارض للفنانين المصريين المعاصرين. تأملات من الشارع كانت متصورة، أو التأملات دي عشوائية يعني ما كانتش مرتبة، كانت بصورة عامة اللي بلاحظه، يعني أشياء بلاحظها وبعدين برجع أشوفها وأعيد صياغتها بشكل ما بترتيبة معينة. موصلي أو أساس في الموضوع كان فهم التاريخ أو كتابة التاريخ أو إعادة كتابة التاريخ. تم تقديم مجموعة فريدة من الأعمال الفنية المركبة داخل الأماكن بشارع المعز تعبر عن القاهرة الفاطمية وتسلط الضوء على الفن المعاصر وربطه بالإرث الثقافي والتاريخي لمصر. معروضات فنية وصور تعبر عن مختلف نواحي الحياة تحمل في ذاتها أهداف عدة، ويسعى من خلالها المشاركون للدمج ما بين الفن المعاصر والقاهرة الفاطمية. منذر بدوح، النيل. يحتفي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالمطرب الكبير محمد منير الذي يبلغ في أكتوبر الجاري عامه 65. بيحيي منير حفل افتتاح الدورة 28 من المهرجان في الأول من نوفمبر بالمسرح الكبير لدار الأوبرا. بيشمل برنامج المهرجان هذا العام 37 حفل بيحييها 92 مطرب ومطربة و22 فرقة موسيقية من 7 دول من بينها مصر ولبنان وسوريا والمغرب. مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بتقام حفلاته على مسارح دار الأوبرا المختلفة في القاهرة واسكندرية ودمنهور، وبتستمر لحد يوم 12 نوفمبر المقبل. وبيكرم المهرجان هذا العام 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، يتقدمها محمد منير ومعاه الشاعر المصري فاروق جويدة والموسيقار البحريني وحيد الخان وفنان الخط العربي حمدي زايد. بيصاحب المهرجان والمؤتمر معرضان للخط العربي، الأول بيضم إبداعات الفنان المكرم حمدي زايد والتاني للجمعية المصرية للخط العربي وبيحمل عنوان عاشقات الخط العربي، وبيضم 60 عمل بأيدي 60 فنانة من داخل مصر وخارجها. تنطلق فعاليات الدورة 39 من المهرجان الدولي للشعر بمدينة توزر التونسية خلال فترة من 24 وحتى 27 من أكتوبر الجاري بمشاركة مصر. أوضحت وزارة الثقافة التونسية في بيان لها أنه هيتم عقد الدورة الجديدة تحت عنوان الشعر الصوفي والفنون المجاورة بمشاركة شعراء ونقاد من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية من بينها مصر والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان وإسبانيا وإيطاليا وبولونيا.
قامت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء بتقديم موعد السير في الفضاء لرائدات الفضاء فقط بسبب فشل في نظام الطاقة بمحطة الفضاء الدولية. سوف تخاطر رائدات الفضاء كريستينا كاتش وجيسيكا مير اليوم بالخروج للسير في الفضاء من أجل إصلاح مشكلة التعطل في نظام الطاقة بالمحطة. ودي هتكون المرة الأولى للسير في الفضاء من جانب نساء فقط من أكثر من 50 سنة. وكلفت رائدة الفضاء بمهمة استبدال مكون محطم داخل شاحن بطارية واللي تعطل يوم الحد الماضي. وكان رواد الفضاء بالمحطة قاموا الأسبوع الماضي بإجراء 2 من بين 5 عمليات سير في الفضاء لاستبدال بطاريات قديمة بتشكل شبكة الطاقة الشمسية للمحطة. وكانت عمليات السير في الفضاء المتبقية واللي كان من المقرر إجراءها خلال الأسبوع الحالي والقادم قد تم تأجيلها أسابيع قليلة أخرى على الأقل حتى يتمكن المهندسون من تحديد سبب تعطل شاحن البطارية. وكانت ناسا خططت بالقيام بعملية سير في الفضاء لرائدات الفضاء فقط في الربيع الماضي، لكنها اضطرت لإلغائها بسبب نقص بدلات الفضاء المتوسطة الحجم المتاحة. بيشار إلى أنه منذ القيام بأول عملية سير في الفضاء في عام 1965 قام 227 رائد فضاء بالقيام بها، كان من بينهم 14 فقط من النساء. نصيحة بيقدمها توأم فرنسي يمكن لطول العمر وسر الشباب هي خذ جرعتك اليومية من بيكربونات الصودا المذابة في الماء وامضي بعض الوقت الجيد مع عائلتك. هذا هو السر وراء حياة طويلة وسعيدة، وده اللي قاله التوأم الفرنسي ماري لوماري أو وجينيف بوليجاند لتا بتبلغان من العمر 100 عام. ولدت كل من لوماري وبوليجاند عام 1919 في بلدة صغيرة بغرب فرنسا بتدعى فاي دو بريتاني، وقد احتفلتها بإكمالهما قرن في الحياة كتوأم في 17 من أكتوبر الحالي. استقبل التوأم بتصفيق دافئ مع سيرهما إلى قاعة دار رعاية المسنين سان جوزيف، حيث تجمع أفراد عائلاتهما وأصدقائهما ومعجبون محليون للاحتفال بعيد ميلادهم. كانت لوماري وبوليجاند لا تفترقان في سنوات عمرهما الأولى، حيث عاشتا في مزرعة العائلة، وبعد هذا تزوجتا في البلدة الصغيرة وأنشأتا عائلتهما. ولدى بوليجاند 4 أبناء و11 حفيد و16 من أحفاد الأبناء. وأما لوماري فليها 2 وحفيد و3 من أحفاد الأبناء. بعد كل هذه السنوات عادت لوماري وبوليجاند للعيش معا في دار رعاية المسنين في نوفمبر 2016، حيث تشعران بالسعادة لوجودهما تحت سقف واحد مرة أخرى. قام معرض تاتي مودرن في العاصمة البريطانية لندن بتنظيم عرض للفنان الكوري الجنوبي المولد نام جون بيك الذي توفي عام 2006 وبيرجع إليه الفضل في اختراع فن الفيديو. اشتمل المعرض على أكثر من 200 عمل للفنان الراحل، وبيعد المعرض أكبر معرض في المملكة المتحدة بيخصص لأحد الفنانين. وملعب بيك دور محوري في استخدام الفيديو كشكل من التعبير الفني، حيث جمع استخدام الموسيقى وصور الفيديو والتماثيل. كان الظهور الفني الأول لبيك في مدينة فايزبادن بغرب ألمانيا في عام 1963 مع إقامته لمعرض أطلق عليه عرض تلفزيون الموسيقى الإلكترونية، حيث بعثر 12 جهاز تلفزيوني في أنحاء المعرض واستخدمهم لخلق مؤثرات غير متوقعة في الصور اللي بيتم تلقيها. تعرضت إحدى الفيلة بتدعى رامبا لمشقة كبيرة في بداية حياتها قضت 14 سنة في السيرك في تشيلي، وشهدت خلال هذه السنوات سوء المعاملة وده وفقا لوسائل الإعلام المحلية، لكن من حسن حظ رامبا تم إنقاذها لتقضي السنوات الماضية في حديقة حيوان بتشيلي. لكن بدأت رامبا مؤخرا ما يرجح أن يكون أكبر رحلة في حياتها بعد ما تم شحنها من حديقة الحيوان للمطار الدولي لتبدأ رحلة لموطنها الجديد في مركز للاعتناء بالأفيال في البرازيل،
حيث استقلت الطائرة إلى ساو باولو، هيتم نقلها بعد ذلك إلى شاحنة أخرى هتوصلها لمركز للأفيال في البرازيل. يمكن دلوقتي يا محمد معادنا مع أهم الأخبار الرياضية، مجموعة من أخبار الكرة والملاعب بصحبة زميلنا أحمد فؤاد، ونرجع لكم مرة ثانية. نرجع تاني ونكمل أخبارنا المتنوعة. تلقى عمال الإنقاذ في بلدة كارابي بجنوب تايلاند اتصالا يوم الحد الماضي بطلب المساعدة بعدما شاهد السكان ثعبان ضخم، وقال فريق الإنقاذ أنهم استدعوا على الفور صائد تعابين تابع ليهم. وقال صائد التعابين أن التعبان من نوع كينج كوبرا ودخل ماسورة صرف صحي، وأن الأمر تطلب منه أكثر من ساعة لاصطياد التعبان باستخدام إيديه فقط. ونقل الثعبان وطوله 4 متر ووزنه 15 كيلو لمحمية حياة برية. في دراسة أسترالية هامة بتشير أن البالغين اللي بيتبعوا نظام غذائي غير صحي بيعانوا من الاكتئاب، بيساعدهم الطعام الصحي طبعا في تحسين حالتهم. في تجربة عشوائية بأستراليا تراجعت أعراض الاكتئاب لدى الرجال والنساء اللي بتتراوح أعمارهم بين 17 و 35 سنة بعد 3 أسابيع فقط من تحولهم لنظام غذائي صحي. وأفاد باحثون في دورية بلاس وان بأن أولئك الذين واصلوا تناول الأغذية الصحية لمدة 3 شهور استمروا في الشعور بالتحسن. وقالت هيذر فرانسيس اللي قادت فريق البحث وهي من جامعة ماكوراي في سيدني إن نتائج الدراسة تثير احتمالية إن التغيير في النظام الغذائي قد يكون بمثابة علاج لتخفيف أعراض الاكتئاب. بيعتمد هذا النظام الغذائي على زيادة تناول الخضر ل5 حصص يوميا، والفاكهة ل2 أو 3 يوميا، والحبوب الكاملة ل3 حصص يوميا، والبروتينات الخالية من الدهون ل3 حصص يوميا، ومنتجات الألبان غير المحلاة ل3 حصص يوميا، والأسماك ل3 حصص أسبوعيا. وأوصت الدراسة بالاستهلاك اليومي ل3 ملاعق كبيرة من المكسرات ومعلقتين كبيرتين من زيت الزيتون، مع تقليل الكربوهيدرات والسكريات واللحوم الدهنية أو المصنعة والمشروبات الغازية.